الدنيا زي المريحة، فيها تحت وفوق. صباح الخير يا مولاتي. حياة مش كيف الحال؟ تمام. ايوه، هي دي الزاوية، هو ده المشهد، هي دي اللي انت وجدتي نفسك فيها على قيد الحياة، هي دي القصة. Right. طيب، طبعا الحمد لله على كل حال. صباح صباح الملك لله. ايه ست مش اخوي، ست مش بص بقى، ده شكلك. I'm talking to you. I am talking to you. تمام. صحيتي من النوم، بس هو ده اللي صار، انك صحيتي من النوم، هبطي الى كوكب الارض. فين كنتي وانتي نايمة؟ ما انتي عارفة، بس في الحقيقة يعني انك ايش، على كوكب الارض. رايت. كوكب الارض بقى فيه ايه؟ كائنات تانية غيرك، يعني انتي عايشة لوحدك، صحيح؟ ايوه. من ضمن الكائنات دي، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، من خلق الله يعني، يعني موجودين في كوكب الأرض قبل ما انتي اصلا تجي. يعني في ناس موجودة من قبل انتي على سلالتك تجي، صحيح؟ كوكب الأرض ده مليان كائنات عمرها بعمر الكوكب الأرض دي، بعمر الأرض، فاهمة كيف؟ انتي عمرك قد كده. يعني 54، 54 سنة دي فكة في عمر الأرض، صحيح؟ فأنتي نزلتي على كوكب الأرض، لقيتي عندك جيران بتتشاركوا أيوة، كائنات تدعى ناموس، اللي هي حشرة كده جاية مخصوص عشان تعمل حاجة، يعني اللي خلقها جايبها تعمل حاجة. فاليوم الحاجة اللي جات تعملها انها تصحيك من النوم، انك اتنفختي، يعني كمية الاكل والشرب اللي امتصت، اللي هو اسمهم كده مصاصين الدماء، energy suckers، عايشين على الدم البني ادم والحيوانات على فكرة، مش بس البني ادم، يعني في يعني ما عندهم عنصرية، هم بمصوا أي دم حي، الدبان اللي بيروح على الجيفة، لكن الكائن الحي اللي أيوة. ليش بقى؟ لأنه حرارة الدم والنبض نفسه، يعني نفس كون الدم لسه يعني بتحرك، الحركة حقت ها ده غذائها بالذات، فاهمة ازاي؟ ناو في يقال علميا، يعني العلم يقول انه في فصيلة دم معينة هي اللي الناموس يتكيف عليها كده، اللي هو كيفه، عارفة، ادمان. الله اعلم، طلعت مش يعني فصيلة دم مش هي الفصيلة يعني من اللي يحبها الناموس، يعني هي ده غذاؤه. هذا اسمها زكاة عن عافيتك. انت كنت سبب انه الناموسة تعيش، بس هي عملت لك حساسية وتنفختي. اي والله تنفختي اخر بزرميط، يعني رجلك كلها منفخة ويدك منفخة وهنا منفخة، يعني في كل الحتت تنفختي. يس. لا تهرشيها يا بنتي، بصي حطي عليها يعني رطبيها، لكن
this is that that's what's called a reaction اللي هو الأثر المادي للحركة، ردة الفعل. ليه بقى؟ لأنه جسدك صحيح الدم يحب الناموس، لكن الجلد عنده الناموس لما بيقرص هو مش بيقرص، هو بينزل الأنبوبة اللي بيمتص بها الدم، صحيح؟ في حالة عند حالة التحام أو نزول هذا الأنبوبة للجلد، فما كيف؟ فالجلد شايفه اعتدى فبيعمل طرد، يعني بيعمل رياكشن، فما كيف؟ بيقال عليها حساسية، بيقال عليها التهابات، بس كل حاجة إنه الجلد حبيبي بيدافع عن الكائن المعتدي، فاهمة كيف؟ لأنه هذا ما يبغى، فاهمة كيف؟ هو ده التفسير العلمي لصحيانك اليوم، اللي هو صحيتي على الرياكشن تبع الجسد دفاعا عن المعتدي عليه. الله خير حافظا ورحمه. صباح الخير يا مولاتي.